يعني تمن غالي تمن رخيص العيان 2000 درهم لا عيان اللي جيت له 1000 درهم ولا ما داير شيء مع الناس مساكن في الغنم في الغنم في الغنم ما قيد 3500 درهم الا بغيت تحيا حتى 5000 درهم قالوا هو يدخل هذا ب 2700 درهم ما كاين في السوق ما كاينش في السوق لا ما كاينين فين هما ما كاينين ما فين هما راه ما كاينين ديال اسبانيا هنا السوق ديال هو راه كامل ما فيش لا 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 ما كاينش السوق هو الدعم ديال العلف قليل اللي استفد منه قليل 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 اللي استفد من الزرعه قليل قليل فينا استفدوا الناس الكبار اما ذاك الناس اللي مساكن الطبقات الاخيره ما استفدت من الزرعه قليل قليل وقلنا ما يستفدوا ديما كيستفدوا اما حنا راه ما استفدنا والو قال لك ما يشدوش الخناش ربعه الخناش ما شادين الناس شايلوها دوك الكبار شادوا الزرعه وحنا لا حنا قالوا واش بيقول لي داك الشيء حتى هو واش بيقول لي لك السبب ضروري شكون العلف اللي غالي البالا ب 90 درهم البالا ديال الفص شحال تخدع عند الخروف الا كاع شريت الخروف انت ب 90 درهم البالا والبالا ديال الفص ب 90 درهم كيف يدير ليها والعلف 5 دراهم يطيح عليك هنا وتهزو بالكري مازال حاب تهزو من ناقل توصل للدار يوصل عليك 6 دراهم الكيلو شحال ياكل الخروف في النهار راه ياكل لك فديعه 15 درهم ياخذ عندك ياخذ عندك 3 شهور ياخذ عندك 3 شهور راه صافي والثمن اش نقول لك الثمن شويه طالع شويه 6000 7000 درهم 2500 المزيد حتى هو صغير 1000 درهم امش يا ساتر الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. راه السوق شحال تقريبا الثمن؟ راس ديال السوق شحال؟ ويقول لك راه السوق راه هو هذا راه كل واحد وجهدو كل واحد وقدو انما الثمن طلع شويه بالنسبه للمسكين طلع شويه الثمن راه كل شيء الناس فرحت كل شيء الناس كتقول كاع الا وصلت 1500 ماشي مشكل لكن فين كتجي السوق كتلقى 2500 3000 درهم 3500 4500 حتى 7000 6000 درهم بزاف هادشي هذا الحولي ولكن راه كاينين التبعات ديالو هنا خصك توصل لشي مليون ولا مليون ونص الله يدير تاويل الخير ديال الناس وصافي الله يدير تاويل الخير السوق غالي شويه تاع دريويش مسكين غالي عليه السوق بزاف كاين مسكين اللي ما عندوش عنده عرق المهم بلا المعرض ناقص شويه ماشي السوق غالي بزاف الحولي دابا كتسول كيقول لك 50 60 بزاف على الدرويش مسكين كنطلبوا هاد الناس ينقصوا شويه الناس اللي ما عندوش مسكين كاين بلاد دابا ما خدامش ما عنده باش يشري اش غايدير تعاونوا مع الناس شويه باش كل شيء يعيد كل شيء بنادم يعيد انا اخويا 20 24 هذه هي جهدي انا كذب عليك هذا هو جهدي راك عارف مولا وليدات وكاري وهذا نعم ما كاينه ما كاينه كاينه 40 والفوق 30 ما كايناش في السوق اليوم 40 اللي كاينه والفوق اللي كاين الشيء اللي كاين هو التوصيل وي جينا نسولو الا لقينا شي حاجه رخيصه داروا يجيب لنا القياس ديالو ما لقيناش ما لقيناش ايوا